برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب، عقد المجلس جلسته الرابعة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس، وهي الجلسة التي شهدت تقديم الحكومة الموقرة لبرنامج عملها للسنوات من 2019 إلى 2022. ثم استؤنفت الجلسة بمواصلة المناقشة على حزمة من المقترحات والمشروعات من قبل السادة أعضاء مجلس النواب ومن قبل لجان المجلس المختلفة. في جلسة شهدت مشاركة السلطة التنفيذية للسادة المشرعين أعضاء مجلس النواب، إذ قدمت الحكومة الموقرة برنامج عملها للسنوات من 2019 إلى 2022، وقد وافق المجلس على تشكيل لجنة دراسة لبرنامج عمل الحكومة برئاسة سعادة النائب علي زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لتتم دراسته خلال 10 أيام بحسب الدستور. جلسة مجلس النواب اليوم فيها من البرامج وفيها من البنود اللي أهمها طبعا أقرار لجنة دراسة عمل الحكومة اللي طبعا أقرت وتشرفت حقيقة بتكليف من أخواني أصحاب السعادة النواب أكون رئيسها. تم أقرار اللجنة، طبعا إحنا في مهمة وطنية، أهم شيء إن إحنا نحافظ على المكتسبات اللي تحققت للمواطنين. في تعاون جميل جدا، اليوم حضرت الحكومة أطرحت البرنامج وألقي الخطاب، كان هناك يشاع يعني في من التفاؤل الكثير. احنا مقدمين حقيقة على مهمة وطنية، في أولويات وطنية جدا نحتاج ان احنا نتعاون فيها بيننا وبين الحكومة. شرفنا بحضور سمو الشيخ محمد بن مبارك نائب رئيس مجلس الوزراء اللي قدم لنا برنامج عمل الحكومي للأربع سنوات القادمة. يبتدون عملهم إن شاء الله نتوقع من مباشرة من بعد المجلس بيكون في اجتماع لوضع البرنامج لوضع جدول العمل على برنامج عمل الحكومي، وإن شاء الله أن خلال المدة المحددة لنا نكون جاهزين للمشاورات مع الحكومة فيما يخص البرنامج للأربع سنوات القادمة إن شاء الله. بعد ذلك واصل مجلس النواب جلسته بمناقشة تقارير اللجان المختصة حول مختلف المشاريع بقوانين، والبالغ عددها 60 مشروعا بقانون، علاوة على موافقة المجلس على إحالة 3 اقتراحات برغبة بصفة الاستعجال للحكومة الموقرة، وهي الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن منح تخفيض رسوم البلدية لكل مواطن لحساب واحد، مساواة العزاب والعازبات ومن في حكمهم مع بقية الفئات التي يشملها قرار خفض الرسوم، الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن استثناء توريدات الكهرباء والماء من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن استئناف صرف علاوة بدل السكن للمستفيدين من القسائم السكنية في مشروع شرق الحد الإسكاني. اليوم كانت جلسة للتمسك بالمواضيع اللي أحالت من اللجان، طبعا كل لجنة كانت عندها قوانين وأحالتها للمجلس للتصويت عليها بالتمسك أو عدم التمسك. طبعا احنا لجنتنا كلجنة الخدمات في قانونين كانوا عليهم شوي إشكاليات، اللي هو قانون مادة التلاوة، ان رأوا السادة النواب ان هذه المادة ان لازم نتمسك فيها. ايضا اليوم طرحنا موضوعين برغبة، اللي هو موضوع ضريبة على الكهرباء، فهذا الموضوع قاعد يلامس الشعب بشكل خاص خصوصا هذه الفترة، والموضوع الثاني هو عبارة عن الاستقطاع اللي ضرب 490 شخص من مشروع شرق الحد، هذه ايضا تطرقنا له ان احنا نطالب الحكومة بإعادة النظر في قراراتهم. وفي البند الخامس من جدول أعمال جلسة مجلس النواب، وافق المجلس على تشكيل اللجان النوعية الدائمة، وهي لجنة حقوق الإنسان، لجنة الشباب والرياضة، لجنة المرأة والطفل، ولجنة مناصرة الشعب الفلسطيني.